تفكر؟ إذا بالنسبة للمنتهى الخارج بعد ما قلنا لكم له الكتاب الدراسة، بالنسبة لموضوع المقال فهو لا يختلف عن ما قلنا في موضوع التاريخ، ولا الفرق في التاريخ ماذا نستعمل؟ نستعمل التعريف اللي هو السياق التاريخي، ثم التركيب نركب كما قلنا العوامل الحرب العالمية الثانية إلى آخر الحال نركب، ثم في الأخير عفوا التعريف، ثم التفسير نفسر ما هي هذه المظاهر، ما هي العوامل التي أدت إلى، ثم في الأخير نركب. التركيب هو خلاص أدت كل هذه النتائج إلى النجاح، هذه كنا نقول قلب وقوش إلى الفرق في المادة الجغرافية. المنهج هو منهج آخر اللي هو الوصف والتفسير والتعليم، نصف تتميز في لحال الرجل بالضخامة والتنوع، دائما تنطلق من ماذا؟ من العام إلى الخاص، تعتبر الولايات المتحده الامريكيه قوه اقتصاديه عظمى، راه حنا دابا اقتصاد المسلم، ذاك الاقتصاد تفكروا الى قطاع قطاع ثاني على حسب المطلوب، يكون في المنهج الجغرافي هو الوصف التفسير، التفسير فين كيمشي التفسير؟ بعد الوظيفه والضخامه الارقام ارتفاع الانتاج تعتبر الاولى مراتب اللي كيمشي، الى اعتبر العوامل اللي كيمشي التفسير، يعني السؤال كنجاوب على اي سؤال لماذا؟ شنا اللي كيختلف؟ ومن بعد نفسر لماذا هذه القوة الاقتصادية؟ لماذا أصبح الصين هو صاحب؟ التفسير يعني اللي كنمشيو الأول هي المؤهلات، مش ما تفرقوش بين حدا المؤهلات اللي تقول لي شنو هادشي؟ الأوامر المؤهلات هي التي تفسرها، صافي؟ في الأخير التعليم، إذا ساهمت كل هذه الأوامر في أن تكون الصين التي تنافسها، واش مفهوم الفكرة؟ جغرافيا الوصف التفسير ثم التعليم، يعني إذا توفر هذه الشروط وتوفر هذه العوامل أكيد أن الدولة غتولي إما قوة صاعدة أو قوة صغيرة. إذا كان كاين سؤال حتى في ساحة المجال تسد أخبار خارج صحيح ما كاينش سؤال شيء إذا نسي أخبار تفضل بشكرا. Yeah.
ذكرت في الامتحان ولا قرأت في الامتحان يعني كيف أجيب ترى أنا أحاول أحسن ليش كأن شكل القصيدة القديمة لا يصلح بصورته التقليدية لتجربة الجديد مخطئ أن يظن أن في الشكل الجديد للشعر الأردني تداول على القديم ففي وقور الخليل على مسافات متساوية وإنما يشعر الحركة
يتناول قضية الأدبية تقرأ الشعر ديالك في سنة واحد من اكتب موضوع الشعر وفق تصميم منهجي متكامل ومنسجم فالترتيب متكامل ومنسجم تحلل فيه هذا النص النظري مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية عفوا مكتسباتك المعرفية والمنهجية واللغوية ومسترشدا بما يأتي هذا النص في إطار الأدب قد استطاع الشعر تحديد القضية التي يطرحها النص وجمع العناصر المكونة له الشعر هو الدور والإيقاع كالشعر القديم قول الشعر القرآن الإيقاع الشعر العربي القديم الذي عرفه الشعر العربي في بداية القرن العشرين كل تقدر على التجربة الفنية
قضيه شكله قصيده قديمه يعني لا يعرف الشاعر للتعبير عن تجربه حياتيه على مستوى الايقاع عفوا الاكتفاء بالقوه الصافيه التقرب بالنظر المهم تستخرج غير الافكار ومن بعد تلك الافكار تتراوح صورها عباره عن شغل اللي كنصورها على جمل الفقرات غادي نكتب ديك الفقرات التراوح على اليوم نكتب ديك الفقرات واربط بينها واكون بذلك متكتب في الشهر هذا اتمنى لك التوفيق الى اعتمدت على راسي لا خلع لا خوف لا تليفون لا صداع ان شاء الله سيوفق الله واعتذر على الاطاله وشكرا
الجمعية الأبصر والذي هي أول كبير ومقدمون طورة تطبيق حولية جدا. واش كتبين تما بأننا نهضروا على الموضوع هذا قليلا؟ كاين التوجه العام، شكون هذا البلد؟ هذا شيء الصورة العامة. كذلك في الجغرافية، التلميذ يحسن الإبانة هذه يظهر من خلال التلميذ عن مدى إلمامه بالبلد. كذلك هنا مسألة مهمة، إذا أحكمت الأسلوب ديالك الطريقة ديالك الخاص وعار المستدعى 11 مليون المستدعى للبرفان تحت التصفيقات الحاره.